من أنا؟ بمناسبة أسبوع الشجرة طلبت المعلمة من كل التلميذات أن تختار شجرة تتحدث عنها أمام زميلاتها. ذهبت نورة إلى المكتبة وأخذت تقرأ الكتب لتجمع معلومات عن الشجرة. الشجرة التي اختارتها. في صباح اليوم التالي وقفت نورة أمام زميلاتها وهي تلبس ثوبا أخضر وقالت أنا شجرة مباركة اقرأ اسمي في القرآن الكريم ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بغرسي وأكلي ثمري تشد منظري جميل رأسي يعلو تاج من السعف الأخضر وجذعي سميك تشدني إلى الأرض جذور ممتدة قوية. استخدم الإنسان قديما جذعي في البناء وصناعة القوارب كما وصناعة القوارب كما استخدم سعفي صناعة السلال ثماري لذيذة الطعم ومفيدة جسمي يحبها الصغار والكبار. أنا نعمة من نعم الله فمن أكون؟